السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من المحاضرات الخاصة بالفاير فايتنج سيستم. النهاردة بإذن الله هنبدأ جزء جديد جدا اللي هو خاص بالفوم سيستم، ده اللي هو الجزء رقم 6 بإذن الله. الفوم سيستم من الأنظمة المهمة جدا اللي لازم نبقى أوير بيها وعارفين إزاي بتتصمم، وإيه هي الكومبوننت اللي هي خاصة بالفوم سيستم، وإيه هي الأكواد اللي هي خاصها الـ NFPA المختصة بعملية الديزاين وعملية التصميم الخاصة بالفوم سيستم. الكود بتاع الـ NFPA أفرض حوالي 4 أكواد للفوم سيستم بس، منها اللي هو الـ NFPA 11 والـ NFPA 16 والـ NFPA 418 والـ NFPA 409. الـ4 أكواد دول بيتكلموا فقط عن إيه؟ عن الفوم سيستم وإزاي بيتصمم. ده طبعا نتيجة لأهمية الفوم سيستم مع تطبيقات خطيرة جدا زي التطبيقات البترولية، زي التانكات اللي هي بتحتوي على مواد مشتعلة أو مواد قابلة للاشتعال، زي الهناجر بتاعة الطيارات، زي مثلا اللي هي المهابط بتاعة الطيارات الهليكوبتر، زي كتير من التطبيقات زي مخازن مثلا أو مخازن اللي هي بتحتوي على مواد قابلة للاشتعال. يبقى دي كلها أنظمة ممكن نستخدم معها الفوم سيستم. الفوم سيستم بيستخدم مع الهاي تشالنج فاير، يبقى مع التطبيقات بتاعت الحريق اللي هي بتبقى عالية في الخطورة وعملية السيطرة عليها بتبقى صعبة شوية. والحاجة التانية ان الفوم سيستم من الوسائل السريعة جدا اللي هي بتقدر ان هي تتعامل بكفاءة مع ايه، مع الفاير. تعالى كده في البداية هنبدأ مع مقدمة خاصة بالفوم سيستم. اول حاجه هنتكلم عنها اللي هي الاكواد اللي هي اختصت بالفوم سيستم. يبقى اول كود معايا اللي هو ال NFPA 11. ال NFPA 11 ده بيتكلم عن اللو والميديوم والهاي اكسبانشن فوم. يعني ايه لو، يعني ايه ميديوم، ويعني ايه هاي اكسبانشن، هنعرف ده قدام ان شاء الله في سلايدات. لكن مؤقتا يبقى ال NFPA 11 يبقى ده مختص بالفوم اللي هو بيخرج من الفوم مونيتور، يبقى من المدافع اللي هي بتاعه الفوم، او من المولدات اللي هي بتاعت الفوم اللي هي بنسميها هاي اكسبانشن فوم. هنعرف ازاي بيشتغل الحاجات ديت، او كذلك الامر اللي هي الهوز سيستم او اللي هي الخراطيم بتاعت الفوم. وهنعرف ان شاء الله كل الديفايسز دي بتشتغل ازاي وايه هي فكرة اعمالها. بعد كده الكود رقم 2 اللي هو ال NFPA 16، وده خاص بالسبرينكلر فوم سيستم. بعد كده عندي اللي هو الكود ال NFPA 418، يبقى ده خاص بيه اللي هي المهابط بتاع الطائرات الهليكوبتر، ازاي ان احنا بنعمل لها الحماية الخاصة بيها من خلال الفوم سيستم. بعد كده اللي هو ال NFPA 409، ده خاص بيه الستاندرد اون ايركرافت هانجر، يبقى ده خاص بيه اللي هي الهناجر بتاعت ايه، بتاعت الطائرات اللي هي بتستخدم لتخزين الطائرات او عمليات الصيانة اللي هي خاصة بالطائرات. يبقى ده اللي هو ال NFPA كام، NFPA 409. يبقى هما دول الـ4 أكواد اللي اتكلم عنهم الـ NFPA عن ايه، عن الفوم. الـ working theory او نظرية العمل بتاعة الفوم سيستم، يبقى ببساطة كده ان بيبقى هنا عندي الفوم سيستم بيتكون من حاجتين اساسيتين. الحاجة الاولانية اللي هي المية، يبقى الووتر، والحاجة التانية حاجة اسمها فوم كونسنتريت او المركز بتاع خام الفوم او المركز بتاع الفوم. القصة كلها بتاعت الفوم سيستم يبقى أشبه باللي هي الرغاوي بتاعت الصابون مثلا، تمام، بس هنا طبعا مع اختلاف اللي هي التطبيق نفسه واختلاف اللي هي الكومبوننت بتاعت المادة نفسها اللي بتحصل من خلالها على الرغوة. فهنا بيحصل خلط ما بين ايه، يبقى بيحصل خلط ما بين الووتر وما بين الفوم كونسنتريت، سواء كان الفوم كونسنتريت ده من مواد طبيعية او من مواد مصنعة. هنعرف ايه هي المواد اللي بتكون منها الفوم كونسنتريت وايه هي التايبس بتاعته. فلو قدرت انك تعمل خلطة ما بين الووتر واللي هو المادة بتاعت الفوم كونسنتريت دهيت، يبقى هتقدر انك تحصل على ايه، يبقى هتقدر انك تحصل على الفوم سوليوشن او اللي هو المحلول بتاع ايه، بتاع الفوم. وده بيتم طبعا عن طريق وسيلة خلط معينة، دي بنسميها فوم بروبوشنر، هنعرف بيشتغل ازاي برضو. وايه بعد كده الفوم سوليوشن ده، بتقدر عن طريق اللي هي الديستشارج ديفايس دهيت، سواء كان هاند لاين، سواء كان مونيتور، سواء كان هوز، يبقى ايا كان وسيله الاخراج اللي هي بنستخدمها عشان اطلع اللي هو الفوم سوليوشن ده، يبقى هي دي الفكره كلها بتاعت ايه، بتاعت الفوم سيستم.
يبقى الفوم سيستم ما هو الا خلطه ما بين ووتر، يبقى ما بين الميه وما بين الفوم كونسنتريت عن طريق اللي هو جهاز الخلط ده اللي هو بنسميه الفوم بروبوشنر، عشان خاطر احصل على الفوم سوليوشن. ومن خلال الفوم سوليوشن ده بقدر ان انا اطلع الفوم سوليوشن ده عن طريق ايه، الديسشارج ديفايس اللي هو بيتعامل مباشره مع الهازارد بتاعتي او مع الفاير. وفقا للكود بتاع ال NFPA 11، وده طبعا المرجع بتاعه، فبتلاقي ان التعريف بتاع الفوم ان هو عباره عن stable aggregation of bubbles of lower density than oil or water. يبقى هنا عباره عن ايه؟ يبقى عباره عن فقاعات مستقره من اللي هي الفوم، اللي هي بتقدر ان هي بتكون الكثافه بتاعتها اقل من الميه واقل من اللي هي المواد البتروليه او الزيوت، فبالتالي بتقدر ان هي بتعلو السطح بتاع الهازارد بتاعي او او الفلامبل ليكويدز بتاعي، وبالتالي بتقدر ان هي تتعامل مع الحريق. الفوم بيقدر ان هو يسيطر على الحريق من خلال اربع طرق او اربع وسائل. يبقى هنا فوم اكستنجوش فلامبل ليكويدز ان فور واي، يبقى هنا عن طريق اربع وسائل. اول حاجه ان هو اكسكلود اير فروم ذا فلامبل فيبور. يعني ايه الكلام ده؟ احنا لما كنا بنتكلم عن المثلث بتاع الحريق او حتى بعد كده اللي هو الفاير تيتراهيدرون اللي هو دخل معايا العنصر الرابع، كان ايه هي العناصر بتاعه الحريق الموجوده عندي؟ يبقى اول عنصر اللي هو الاكسجين اللي هو موجود عندي في الهواء الجوي، الحاجه الثانيه اللي هو الفيول، والحاجة الثالثة اللي هو الهيت او المصدر بتاع الاشتعال اللي هو من خلاله بيقدر يدي استمرارية للحريق او بيدي بداية الاشتعال للحريق، علشان خاطر يحصل خلط كيميائي ما بين الفول ما بين ايه الاكسجين، وداخل معي العنصر الرابع اللي هي التشين اوف كيميكال رياكشن اللي هي سلسلة التفاعلات الكيميائية. القصة بتاعت الفوم ان هو بيقدر يكسر مثلث الحريق في ثلاث او في ضلعين مهمين جدا. ايه هما؟ اول حاجه ان هو بيقلل نسبه الاكسجين، ان هو اكسكلود اير معناه ان هو بيعمل حاجز ما بين الهواء الجوي او ما بين الاكسجين وما بين ايه وما بين الفول. طب يبقى كده قدرت ان انا اكسر ايه المثلث او اكسر الضلع الاولاني من مثلث الحريق، ان انا ابعد الاكسجين او الهواء بتاعي عن ايه عن الفول. الحاجه الثانيه eliminates vapor release from fuel surface. يعني الكلام ده يعني معناه ان هو بيقلل الابخره اللي طالعه من الفول، اللي طالعه من ايه، اللي طالعه من سطح الفول. الفول نفسه عشان خاطر يحصل له عمليه الاحتراق يبقى هنا لازم بيتحول لصوره بخاريه او صوره فيبر، والفيبر ده هو اللي بيحصل له عمليه الاشتعال. فلو قدرت ان انا اسيطر على الفيبر ده ان هو ما يحصلش تبخير للفول، يبقى قدرت ان انا اسيطر برضو على ايه، على الحريق. زي برضو اللي بيحصل مثلا في المحركات اللي هي بتاعه العربيات، يبقى في المحرك بتاع السيارة لازم هنا بيحصل ايه، يحصل تحول للبنزين او تحول للديزل لصورة بخارية. ده بيتم ازاي؟ ده بيتم عن طريق اللي هو الترزيز، اللي هو بيتم عن طريق اللي هو الحقن او النوزل اللي هي بتبقى موجودة عندي داخل ايه، او الانجكتور الموجود عندي داخل المحرك. لما بحوله لبخار خلاص هو ده، بقدر ان انا من خلال سبارك معينة في المحرك اللي هو البنزين او بالسيلف اجنيشن في المحرك بتاع الديزل، يبقى هنا بيحصل عملية الاشتعال. هنا بنفس النظرية، فلو قدرت ان انا امنع اللي هو تكون البخار بتاع الفول، يبقى هنا قدرت ان انا برضو اسيطر على الحريق. الحاجة الثالثة ان هو separate the flames from the fuel surface. يعني بقى ان هو بيعمل عزل او فصل ما بين ايه، يبقى ما بين الالسنة بتاعت اللهب، يبقى الالسنة بتاعت الحريق نفسها، وما بين السطح ايه بتاع الفول. الحاجة الأخيرة cools the fuel surface and surrounding metal. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا بقى داخل في الضلع الثاني بتاع مثلث الحريق ان هو بيعمل عملية ايه؟ عملية التبريد. يبقى هنا يقدر ان هو يسيطر على اللي هو الهيت اللي هو موجود عنده في مثلث الحريق عن طريق ان هو بيبرد السطح بتاع الفول، والحاجة الثانية ان هو بيبرد كمان اللي هو ايه؟ بيبرد كمان اللي هو الميتال او الجسم المعدني نفسه اللي هو بيحتوي على ايه، بيحتوي على الفول. تعال نشوف القصة دهيت من خلال فيديو بسيط جدا بيوضح لي ازاي بيشتغل، او النظرية العمل بتاعت الفوم بتشتغل ازاي. ادي هنا عاملين اختبار كده للتانك بترول ضخم جدا، وعايزين يعرفوا الفوم سيستم هيقدر يسيطر على الحريق بالشكل ده وفي وقت قد ايه.
ده مدي لك اللي هو المساحة السطحية بتاعة اللي هو الجازولين او اللي هو بتاع التانك ده. هنا العمال دول هيبدأ ايه، يفتحوا اللي هو الطريق بتاع الفوم سيستم، هيبدأ يشغل الفوم سيستم. هنا العداد ده بتاع تشغيل الفوم سيستم هياخد وقت قد ايه عشان يوصل، عشان خاطر يعمل سيطرة على الحريق. كمية الحريق بتبقى ضخمة جدا، علشان كده ما بينفعش ان انا استخدم اللي هي الوسائل العادية بتاعة المية عشان تسيطر على الحريق. هنا بدأ فعلا يضخ ايه الفوم سيستم اهو في الريم بتاع التانك. فهنا حصل ايه، كون طبقة او بلانكت من الفوم قدرت ان هي تعمل سيطرة كبيرة جدا على الحريق عن طريق عملية التبريد وعن طريق عملية ايه الفصل بتاعة البخار بتاع الفيول. والحاجة التالتة ان هو يعمل فصل ما بين ايه، ما بين الفيول وما بين الهواء او الاكسجين الموجود حوالين التانك نفسه او حوالين الفيول. الفوم سيستم هنا لازم يبقى عندي الفوم كونسنتريت او اللي هي الخام بتاع الفوم او المركز بتاع الفوم، لازم بيبقى له بعض الفيزيكال كاركترستكس او بعض الخواص الفيزيائية اللي هي من خلالها بنقدر ان احنا نسيطر على الحريق، او من خلاله بنقدر نميز الفوم كونسنتريت ده عن غيره من الفوم كونسنتريتس التانية، بحيث ان هو ده اللي ينفع نستخدمه مع الابليكيشن بتاعنا، او هو ده اللي ينفع ان انا استخدمه مع التطبيقات الموجودة عندي. ايه هي الخواص دهيت؟ اول خاصية اللي هي النوك داون سبيد اند فلو. يبقى هنا يعني ايه النوك داون سبيد اند فلو؟ تعال نقرا كده مع بعض. يبقى this refers to the time required for the foam blanket to spread across a fuel surface or around obstacles in order to achieve complete extinguishment. يعني الكلام ده معناه ان هو بيرجع الى ايه، يبقى بيرجع الى الوقت والسرعه اللي هي خاصه بالفوم بلانكت او الطبقه بتاعت الفوم، ان هي يحصل لها سرعه انتشار على السطح بتاع الفويل وعلى اللي هي الجدران بتاعت التانك او الجدران بتاعت اللي هو الفويل كونتينر، بحيث ان هو يقدر يعمل سيطره على ايه، سيطره على الحريق، او يقدر ان هو يعمل عمليه الاطفاء. يبقى هنا دي السرعه دي مهمه جدا، ان هو زي ما قلنا كده علاقه ما بين الفاير والوقت، دي علاقه عكسية مهمة جدا. كل ما بيبقى عندي الوقت كل علاقة طردية طبعا، يبقى هنا كل ما بيزيد الوقت كل ما كان حجم الفاير وقدرة السيطرة عليها، يبقى حجم الفاير بيكبر عندي وقدرة السيطرة عليه بتبقى ايه، بتبقى اقل. علشان كده يبقى هنا لازم الفوم سيستم يبقى فيه سرعة في التعامل بينه وبين ايه، بين الفاير، علشان خاطر يقدر ان هو يسيطر على الحريق قبل ما بيحصل ايه، يحصل دامج كبير جدا او يحصل زيادة كبيرة جدا في حجم الفاير، ويبقى يصعب عملية السيطرة عليها. بعد كده اللي هي الهيت ريزيستنس، المقاومة بتاعة الحريق. هنا لازم يبقى عندي الفوم قادر على ان هو يعمل مقاومة للحريق. يبقى هنا فوم must be able to resist the effect of heat from any remaining fire from the liquids, flammable vapors or heated objects. يبقى هنا لازم يكون الفوم نفسه مقاوم لايه، مقاوم للحريق. ما ينفعش ان انا ارمي فوم فهبص على ان الفوم نفسه دوت، يبقى هنا بيحصل له كسر بالحريق او بيحصل له عملية احتراق نفسه، فبالتالي هنا فعاليته او قدرته على السيطرة على الحريق بتبقى ايه، بتبقى معدومة او مش موجودة بالنسبة لي. يبقى هنا لازم يبقى الفوم بيكون مقاوم لايه، مقاوم للحريق. الحاجة التانية اللي هي الفيول ريزيستنس. الفيول ريزيستنس معناه ايه؟ يبقى هنا معناه ان لازم يكون الفوم نفسه يبقى غير قابل لعملية الاختلاط بينه وبين ايه، ما بين الفيول، علشان خاطر ما يحصلش تحول ليه او ما يحصلش تشبع للفوم، وبالتالي هنا هتكون قابليته لعملية الاحتراق وعملية التبخير بتبقى ايه، بتبقى كبيرة. يبقى هنا لازم يحصل مقاومة للفيول نفسه، او يحصل ان عدم خلط او عدم الاختلاط مع ايه، مع الفيول بينه وبين ايه، بين الفوم. بعد كده اللي هي الفيبور سوبريشن، لازم هنا بيكون عندي الفوم بلانكت او اللي هي الطبقة بتاعت الفوم قادرة على ان هي تقلل او تمنع الابخرة المتكونة من السطح بتاع الفويل ده، طبعا علشان خاطر يقلل بنسبة كبيرة جدا من الحريق، وكمان يقلل من عملية الري اجنيشن او عملية اعادة الاشتعال حتى بعد السيطرة على الحريق.
اخر حاجه اللي هي الكحول ريزيستنس، ان بعض المواد البتروليه او بعض اللي هي الفلامبل ليكويدز بتبقى ليها القدره على الخلط مع الميه بنسب طبعا متفاوته. ففي الحاله دهيت احنا لازم بنستخدم انواع من الفوم ليها القدره على ان هي ما تتعاملش مع اللي هي الفويل، او ما تقدرش ان هي يحصل خلط بينها وبين ايه، بين الفويل. لما هناخد اللي هي الانواع بتاعه الفوم كونسنتريت هنعرف ان في نوع من انواع الفوم كونسنتريت اسمه الكحول ريزيستنس فوم كونسنتريت. يبقى هنا ده الكحول ريزيستنس معناه ان هو ما بيحصلش خلط ما بين ايه، ما بين الفويل وما بين اللي هو الفوم سيستم، او ما بين اللي هو الفاير، او ما بين قصدي اللي هو الفلامبل ليكويدز ده وما بين ايه، وما بين الفوم. يبقى because of، يبقى هنا foam blankets are more than 90% of water. يبقى هنا تلاقي ان الفوم نفسه عبارة عن اكتر من 90% منه عبارة عن مية، والباقي بيبقى طبعا اللي هو الفوم concentrate بنسب خلطة هنعرفها قدام ان هي ممكن تبقى 1% او 3% او 6%. ده اللي هي نسبة اللي هي الفوم concentrate مقارنة بالفوم solution. بعد كده يبقى هنا because of this foam blankets that are not alcohol resistant will not last very long. معناه ان هو مش هيبقى في استمرارية للفوم ده اذا ما كانش مقاوم لايه، مقاوم ليه اللي هي الالكهول او اللي هي المواد البترولية زي مثلا مادة الكحول، او المواد اللي هي الفلامبل ليكويدز اللي هي بيبقى ليها القدرة على ان هي تكون خليط بينها وبين ايه، بين المية. طيب بعد كده هتبص تلاقي ان فوم سيستم كونسيست اوف، يبقى الكومبوننت الاساسيه بتاعت اي فوم سيستم او اي منظومه بتاعت اللي هي الفوم بتتكون من اربع حاجات اساسيه. الحاجه الاولانيه اللي هي بنسميها الفوم كونسنتريت او اللي هو المركز بتاع الفوم، زي مثلا اللي هو بتلاقي عندك من ضمن الشركات اللي هي كبيره جدا اللي هي بتتكلم عن الفوم او اللي هي بتعمل الديفايس او بتصنع الفوم سيستم، اللي هي الشركه اسمها شيم جارد، وفي شركه تانية اللي هي انسول، وفي شركات متعدده يعني. فبتطلع لك عباره عن الفوم كونسنتريت ده بيبقى في جراكن زي الموجوده قصادك ديت، او بتبقى في عبوات تمام، وبيبقى مكتوب عليها اللي هي نسبة الخلط او نسبة التركيز اللي انت هترك اللي انت هتعمل بيه خلط مع اللي هي المية. ف3% او 6% معناه ان انت هتضيف 3% من اللي هو الفوم كونسنتريت مقارنة ب97% من ايه، من المية. يعني انت مثلا لو انا عندي مثلا 100 لتر سوليوشن، فوم سوليوشن انا عايز احصل عليهم، يبقى معنى 3% معناه ان انا هحط 3 لتر من الفوم كونسنتريت و97 لتر ايه، مية. معنى ان نسبة الخلط مثلا 6%، يبقى ده معناه ان انا هاخد 6 لتر مثلا من اللي هو الفوم كونسنتريت هخلطه مع كام، يبقى اخلطه مع 94 لتر من المية، بحيث ان هو يحصل ايه، يبقى يحصل تكوين للي هو الفوم سوليوشن بنسبة ايه او بكمية 100 لتر اللي انا عايز احصل عليها عشان خاطر اتعامل بيها مع الحرق. الحاجة التانية بيروح كاتب لك اللي هو النوع بتاع اللي هو الفوم كونسنتريت على اللي هو العبوة دهيت، اللي هي سواء مثلا بيديها رمز A triple F، هنعرف يعني ايه الاختصار ده، او AR A triple F، ده معناه ان هو الكحول ريزيستنت. يبقى ده ينفع يتعامل مع المواد او المشتعلة او المواد اللي هي قابلة للاشتعال اللي ليها قدرة على ان هي تعمل خلط بينها وبين المية. الحاجة التانية طبعا غير الفوم كونسنتريت يبقى المصدر التاني للفوم سوليوشن اللي هو ايه، اللي هو الووتر سبلاي. ده بيتم عن طريق توافر سواء كان مضخات خاصة بالفوم سيستم او من المضخات الاساسية اللي هي بتاعة الفاير الموجودة عند في الموقع، سواء كان بتغذي فوم سيستم او بتغذي ايه، او بتغذي اللي هي الانظمة العادية زي اللي هي الهوز كابينت او اللي هي السبرينكلر العادية اللي موجودة عند في باقي الموقع. الحاجة التالتة اللي هي البروبوشننج ديفايس او اللي هي الوسيلة بتاعت الخلط، اللي هي بتعمل نسبة الخلط ما بين ايه، ما بين الووتر سبلاي وما بين ايه، وما بين الفوم كونسنتريت.
الحاجة الأخيرة أو الحاجة الرابعة اللي هي الديسشارج ديفايس، اللي هي وسائل إيه الإخراج، سواء كان عن طريق اللي هو الفوم هاند لاين أو الفوم جنريتور أو الفوم مونيتور أو حتى الفوم سبرينكلر. يبقى دي كلها اللي هي وسائل الإخراج اللي هي بتتعامل مع الأبليكيشن، وفقا طبعا للطريقة بتاعت الحماية اللي أنا بعمل بيها حماية للأبليكيشن أو الهازارد الموجود عندي. أنا بعمل سيليكشن للديسشارج ديفايس اللي هي تقدر توفر لي الحماية اللي أنا محتاجها. البايبنج والفيتنج، يبقى هنا دي الحاجة رقم خمسة او العنصر رقم خمسة اللي هو من ضمن الكومبوننت بتاعت الفوم سيستم. يبقى مجموعة المواسير والفيتنج اللي هي بتبدأ تنقل الفوم كونسنتريت الى البروبوشنر، او بتبدأ تاخد الفوم سوليوشن من البروبوشنر الى اللي هو الهازارد او الديسشارج ديفايس اللي هيبدأ يخرج لي الفوم نفسه. يبقى ده اللي هو بنتكلم عن ايه، مجموعة المواسير والفيتنج اللي هي بتبدأ تنقل السائل سواء كان فوم كونسنتريت او سواء كان اللي هو الفوم سوليوشن او حتى المية اللي هي بتدخل في عملية الخلط او تكوين الفوم سوليوشن نفسه. يبقى فور فوم كونسنتريت، يبقى هنا للمركز بتاع الفوم نفسه. هنا الكود نفسه شرط ان لازم يبقى فيه ماتيريال معينه تكون مقاومه للفوم كونسنتريت علشان خاطر نقدر ان احنا نعمل بيها انستوليشن داخل السيستم، او ان احنا نقدر نستخدمها داخل السيستم. فهنا قال لي ان في ثلاثة ماتيريال ينفع تتعامل مع الفوم كونسنتريت. الثلاثة ماتيريال هم عباره عن ايه، يبقى براس او البرونز او الستانلس ستيل. يبقى هنا اما ان هي تكون مواسير نحاس او مواسير ستانلس ستيل، هي دي فقط اللي تقدر ان هي تتعامل مع ايه، مع المركز بتاع الفوم. ليه؟ لان انت لو استخدمت بلاك ستيل او استخدمت جلفانيزد ستيل او كربون ستيل، يبقى هنا هتبص تلاقي ان بيحصل تآكل للماتيريال دهيت نتيجة لي اللي هو التأثير بتاع الفوم كونسنتري. يبقى هنا galvanized or carbon steel shall not be used with a with foam concentrate. يبقى هنا ما ينفعش ان احنا نستخدم الماتيريالز اللي هي سواء كانت galvanized او carbon steel او البلاك ستيل مع ايه، يبقى مع الفوم كونسنتريت، والا هيحصل له عمليه ايه، عمليه تاكل. تمام. بعد كده هو ده الشكل بتاع الفوم كونسنتريت، ده اللي هو بنسميه فلوروبروتين، بتلاقي لونه الى حد ما غامق شويه. وهنا ده اللي هو المركب بتاع الاي تريبل اف اللي هو المركز برضو بتاع الفوم، بتلاقي شكله مدي او لونه مدي على الاصفرار شويه. اما الفوم سوليوشن، يبقى هنا بقى بعد ما عملت خلط ما بين الميه وما بين الفوم كونسنتريت، يبقى هنا البايبنج نفسها اللي هي من بعد الخلط ده، او اللي هي هتشيل اللي هو المحلول بتاع الفوم ده، عباره عن ايه، يبقى ينفع انك تستخدم اللي هو ستانلس ستيل، ينفع تستخدم اللي هو الجلفانيزد ستيل، وينفع تستخدم اللي هو كربون اور بلاك ستيل. يبقى اي ماتيريال من الثلاثه ماتيريال دولت يبقى ينفع انك تستخدمه مع الفوم سوليوشن، لكن الجلفانيز والكربون او بلاك ستيل ما ينفعش ان احنا نستخدمه مع المركز بتاع الفوم. ليه؟ لان خلاص فوم سوليوشن ده معناه ان اغلب الكومبوننت او اغلب اللي هي السوليوشن نفسه عباره عن ميه، اكتر من 90% منه ميه والباقي بيبقى فوم كونسنتريت. وبالتالي هنا التأثير بتاع الفوم كونسنتريت قل بنسبه كبيره جدا، وبالتالي قدرته على ان هو يعمل تاكل في المواسير هتبقى قليله جدا مقارنه بالتعامل المباشر مع المركز بتاع ايه، بتاع الفوم. دي هي الماتيريالز اللي احنا بنستخدمها، او اللي هي الفوم كونسنتريتس المختلفه اللي احنا بنستخدمها مع الفوم سيستم. اول ماتيريال اللي هي بنسميها بروتين فوم كونسنتريتس، يبقى الفوم كونسنتريت او المركز بتاع الفوم البروتيني، والرمز بتاعه اللي هو الار بي، وده بيتكون من او بيتعامل من خلال الشحوم بتاعه الحيوانات او الفاتس بتاعه الحيوانات. وبالتالي هنا بيبقى في تخوف من نشأة بكتيريا او نشأة جراثيم وغيرها، ف ما بيفضلش او حاليا ما حدش بيستخدم يعني البروتين فوم كونسنتريت في اغلب التطبيقات يعني. بعد كده اللي هو الفلوروبروتين فوم كونسنتريت، يبقى هنا بيبقى نفس المكون بتاع البروتين بس ضاف له ماده كيميائيه اللي هي ماده الفلور، فبيحسن من الخواص بتاعه المركز بتاع الفوم نفسه. وفي نوع تاني اللي هو بنسميه فيلم فورمينج فلوروبروتين فوم كونسنتريت، يبقى ده نوع تالت من الفوم كونسنتريت اللي هو بنديله رمز تريبل اف بي. وفي بعد كده اللي هو الرقم 4 اللي هو بنسميه الاكواس فيلم
فورمينج فوم كونسنتريت اللي هو اي تريبل اف، وده من اللي هي الفوم كونسنتريتس المشهوره جدا واللي بتستخدم في معظم اللي هي السيستمز بتاعت الفوم. وبالنسبه الى المواد اللي هي بيبقى ليها القدره على ان هي تتعامل مع الميه او يحصل خلط بينها وبين الميه، يبقى هنا لازم نستخدم الكحول ريزيستنت فوم كونسنتريتس. يبقى هنا بنستخدم مركزات بتاعت الفوم اللي هي بتبقى مقاومه للكحول، زي مثلا اللي هو الاي ار اي تريبل اف او الاي ار تريبل اف بي. يبقى سواء ده او ده، يبقى ده بينفع تستخدم مع المواد اللي هي بيبقى ليها القدره على ان هي تتعامل او ان هي بتختلط بالميه. وهي اخر حاجه اللي هي سينستيك ديترجنت فوم. يبقى هنا السينستيك ديترجنت فوم دهوت يبقى بيستخدم مع الميديوم اند هاي اكسبانشن فوم. يبقى هنا بيستخدم مع الفوم لما بعوز منه حجم كبير او اللي هو كميات كبيره جدا من الفوم. الهاي اكسبانشن فوم ما هو الا عباره عن برضه ميه وفوم كونسنتريت، لكن هنا بدخل عنصر ثالث معاهم اللي هو الهواء. فتعالى كده مثلا امسك الرغوه بتاعت الصابون دهيت وابدا انفخ فيها، تمام؟ او حتى اللعبه اللي هي بتاعت زمان ديت اللي كنا بنحط مثلا اللي هي الصابون وبعد كده بننفخ فيها فبتكون عند الفقاعات بتاعت الفوم. فهي دي نفس الفكره بتاعت الهاي اكسبنشن، ان هو بيبقى عندي فوم واللي هو الفوم كونسنتريت، وبيبقى عندي اللي هو الووتر، ببدا هنا اعمل دفع للهواء فبيزود لي الفوليوم بتاع ايه بتاع الفوم، وبالتالي بتبقى قدره الانتشار بتاعته ووزنه بيبقى اخف، وبالتالي هنا بتبقى سيطرته كبيره جدا على الحريق بعوزه في الاماكن اللي انا بحتاج فيها كميات فوم كبيره جدا، زي الهناجر بتاع الطيارات وزي برضو المخازن اللي هي بتاعت مواد بتروليه وغيرها. هي دي بستخدم معاها ايه؟ بستخدم معاها اللي هي الهاي اكسبنشن. هنا مقارنه ما بين اللي هي الانواع المختلفه بتاعه الفوم كونسنتريت. طبعا الريفيرنج هنا للان اف بي 11، والريفيرنج كذلك الامر لي اللي هو شركه كيدي، يبقى كيدي جايد تو فوم. يبقى هنا هتلاقيني وانا بتعامل في الفوم مش بتعامل بس مع اكواد، لا كمان بتعامل مع مصنعين زي شيمجارد زي كيدي زي انسول. يبقى هنا الشركات المصنعه دي برضو لازم يبقى اوير بيها، وايه هي الديفايس موجود عندهم، وايه هي الرينج بتاع الديسشارج ديفايس بتاع كل منهم، واللي هي الاحجام بتاعت البلادر تانك وغيرها. هنعرف الكلام ده كله ان شاء الله قدام. كمقارنه ما بين اللي هي الخمس مواد الموجوده انا عندي هنا، سواء كان البروتين او فلور بروتين او اللي هو الاكواس فيلم فورمينج فوم كونسنتريت او الالكوهول ريزيستنت اكواس فيلم فورمينج فوم اللي هو اي ار اي تريبل اف. يبقى تعالى نعمل مقارنه ما بينهم. اول حاجه من ناحيه النوك داون، فاكرين النوك داون اللي اتكلمنا عنه من شويه اللي هو سرعه الانتشار بتاعت الفوم نفسه وتعامله مع الفويل. يبقى هنا تبص تلاقي ان البروتين ده فير، يبقى هنا الى حد ما قليل. الفلورو بروتين بيبقى جود، يبقى هنا بيبقى سرعه انتشاره الى حد ما كويسه. بعد كده اي تريبل اف اكسلنت، يبقى ده ممتاز جدا. يبقى ايه هنا ده بنستخدمه باستمرار. هنا تريبل اف بي جود، والاي ار اي تريبل اف يبقى هنا اكسلنت. يبقى هنا فير معناه ان هو يعني محدود شويه او مقبول، جود معناه ان هو كويس او جيد، وبعد كده الاكسلنت ده افضل حاجه او احسن حاجه ينفع مع الخاصيه دهيت او الفيزيكال بروبرتيز اللي هي موجوده عندي. الحاجة التانية المقاومة للحريق أو اللي هي مقاومة للحرارة، يبقى هنا البروتين اكسلنت، الفلورو بروتين اكسلنت، الاي تريبل اف فير، التريبل اف بي جود، والالكوهول ريزيستنس اي تريبل اف اللي هو جود. بعد كده اللي هي الفويل ريزيستنس اللي هي مقاومته بقى للفويل وعدم الاختلاط بيه، فهتلاقي احسن واحد فيهم اللي هو مين؟ اللي هو الفلورو بروتين. مقبول شويه اللي هو الالكوهول ريزيستنت، وده اللي هو جيد، وكذلك الامر تريبل اف بي، والمودريت او المتوسط شويه اللي هو الاي تريبل اف. الفيبور سوبريشن او اللي هي مقاومه للابخره، هتلاقي برضو البروتين اكسلنت، فور بروتين اكسلنت، الاي تريبل اف جود جود جود، لايه اللي هي الثلاث عناصر الاخرى اللي هو الاي تريبل اف والتريبل اف بي والاي ار اي تريبل اي تريبل اف. اخر حاجه اللي هي المقاومه بتاعه اللي هي المواد اللي بتحتاج الكوهول ريزيستنت او اللي هي المواد القابله للاشتعال اللي بتختلط بالميه، فمش هتلاقي اي حاجه
تقدر ان هي تعمل مقاومه للقصه دهيت الا اللي هو الاي ار اي تريبل اف. يبقى لازم تلاقي متوصف على الفوم كونسنتريت او المركز بتاع الفوم ان هو الكوهول ريزيستنت او ان هو مقاوم لايه، مقاوم لعمليه الخلط مع ايه، مع الماده الموجوده عندي او الفلامبل ليكويد الموجوده عندي. هنا برضو بيديلك بيكمل برضو مقارنات او اللي هي الخواص اللي هي بتاعة الفوم كونسنتريت المختلفة. فتلاقي هنا اول حاجة اللي هو البروتين فوم، يبقى تندنت فور يوز اون هيدروكربون فويل، يبقى بنستخدم مع المواد اللي هي الهيدروكربون، يبقى هنا مش المواد اللي هي الالكوهول ريزيستنت اللي هي بتحتوي على الكحول او بتحتوي على المواد اللي بتختلط بالمية. الحاجة التانية must be properly aspirated and shouldn't be with non-aspirated type of foam nozzle. يبقى هنا لازم البروتين فوم دوت يبقى استخدم او ادخل عنصر تالت معاه اللي هو الهواء، تمام؟ يبقى هنا الديفايس اللي انا هستخدم معاه بروتين فوم يبقى لازم يبقى ايه، لازم فيها فتحات او وسيله لادخال الهواء عشان خاطر يحصل خلط بينها وبين ايه، بين الفوم سوليوشن، عشان خاطر ايه احصل على الفوم سوليوشن بصوره ايه، بصوره جيده بتقدر ان يتعامل مع الحريق بصوره كبيره او ببرفورمانس عالي. الحاجه الثانيه اللي هي فلور بروتين فوم اللي هي هاف فلورو كيميكال سيرفكتنت ذات انهانس بيرفورمانس. يبقى هنا بيبقى هنا داخل معي اللي هو عنصر الفلور، داخل مع عنصر اللي هو البروتين فوم، يبقى عملت خلط بينه وبين الماده الكيميائيه اللي هي بتاعت الفلور اللي هي بتزود من ايه، يبقى بتزود من الخواص او بتزود من المميزات بتاعت الفوم في تعامله مع الحريق. بعد كده intended for use on hydrocarbon fuels only must be properly aspirated. يبقى هنا برضو لازم يدخل ايه، عنصر الهواء معايا مع الفوم سوليوشن عشان خاطر يقدر يتعامل مع اللي هو الحريق. الحاجه الثالثه اللي هي الفيلم فورمينج فلوروبروتين فوم، يبقى combination of fluorochemical surfactant and protein foam. يبقى هنا بيجمع ما بين الخواص الاثنين. الحاجه رقم أربعة اللي هي الاكواس فيلم فورمينج فوم اللي هو الاي تريبل اف، يعني يبقى intended for use on hydrocarbon fuels flow quickly. يبقى هنا السرعة بتاعت الانتشار بتاعته بتبقى عالية جدا، ودي من أهم الميزات، لأن احنا زي ما قلنا لازم بيبقى نقلل الوقت اللي هو بيتعامل مع فيه مع الفاير، لأن زي ما قلت لك كل ما بيزيد الوقت بتاع الفاير كل ما بيزيد الحجم بتاعه، وبالتالي السيطرة على الحريق بتاعته بتبقى ايه، بتبقى قليلة. الحاجة رقم خمسة اللي هي الالكوهول ريزيستنت اكواس فيلم فورمينج فوم، يبقى اللي هي المواد اللي هي بتبقى الكحول ريزيستنت، يبقى intended for use on solvents such as alcohols. يبقى ينفع تستخدم مع المواد اللي هي بتقدر ان هي تختلط مع الميه زي ماده ايه، الكحول. الحاجه رقم 6 اللي هي الالكحول ريزيستنت فيلم فورمينج فلوروبروتين فوم، اللي هو intended for use on solvents such as alcohol، برضو نفس القصه بتاعت ايه، بتاعت ال AR AFFF ده. واخر عنصر رابع او اخر عنصر معايا اللي هو رقم 7 اللي هو سينثيتك ديترجنت فوم، سواء كان بيستخدم مع الميديوم او الهاي اكسبنشن فوم، يبقى intended for use in confined space fires. يبقى هنا بنستخدمه مع الاماكن اللي هي او الحرايق اللي هي بيبقى في حواجز، يعني داخل غرفه مثلا او داخل هانجر مثلا او مخزن بتاع طيارات او غيره، لازم احتوي اللي هو ايه، يبقى لازم احتوي اللي هو الهاي اكسبنشن فوم ده عشان خاطر ما يخرجش بره المكان، ولازم احتفظ بيه داخل المكان نفسه لفتره علشان خاطر يعمل اطفاء كامل للحريق داخل المكان نفسه. هو ده اللي هو بنسميه الاكسبنشن ريتس، او اللي هو لما كنا بنتكلم على اللو والميديوم والهاي اكسبنشن. فالصور دي هتوضح لك الفكره بصوره كبيره جدا. الصوره اللي على الشمال ده تمثل اللي هو اللو اكسبنشن فوم، يبقى هنا هتلاقي ان كميه الفوم اللي طالع هنا يبقى الفوليوم بتاعها قليل جدا. في النص ده اللي هو الميديوم، يبقى هنا ده اللي هو بتلاقي عندك كميه الفوم او الفوم فوليوم بتاعتي هنا زادت. هنا ده اكبرهم بقى، ده اللي هو بنسميه ايه، يبقى بنسميه الهاي اكسبنشن فوم.
هو ده اللي هو الفوم جنريتور. هتلاقي هنا متركب في البداية بتاعته مروحة، هي دي اللي بتدخل بقى اللي هو الهواء مع اللي هو الخليط بتاع الفوم اللي هو او اللي هو المحلول بتاع الفوم اللي هو فوم سوليوشن، فبيديني الفوليوم اللي انت شايفه ده، فبيقدر ان هو يغطي المكان بصورة سريعة جدا، وبالتالي هنا بتبقى سيطرته على الحريق بتبقى كبيرة. بس لازم يبقى في مكان يحتوي اللي هو الهاي اكسبنشن، لكن ما ينفعش تصدمه في مكان مفتوح زي مثلا تنكات البتروليه او غيرها، يبقى ما ينفعش تصدم معاها الابلكيشن بتاع الهاي اكسبنشن فوم. طيب يبقى هنا عرف لي الكود قصه الاكسبنشن ريتس او اللي هي المعدلات بتاعه التمدد بتاعه الفوم ده، هي الى ان هو عباره عن ذا ريشيو اوف فاينل فوم فوليوم، يبقى هنا ده الحجم النهائي بتاع الفوم تو اوريجينال فوم سوليوشن فوليوم، يبقى مقارنه بحجم ايه اللي هو المحلول بتاع الفوم. يبقى ده عباره عن نسبه ما بين اللي هو الفوليوم بتاع الفوم النهائي اللي هو الخارج عندي ده مثلا، مقارنة بإيه؟ يبقى مقارنة باللي هو الحجم بتاع الفوم سوليوشن اللي هو الأساسي اللي اتكون عندي نتيجة للخلط ما بين المية وما بين الفوم كونسنتريت. فهنا بن بن بنسمي الفوم سوليوشن ده، أو بنسمي اللي هو الفوم الموجود عندي هنا ده، إن هو low expansion إذا كان عندي الاكسبنشن ريشيو ده أصغر من 20 إلى 1. يبقى هنا لو أنت مثلا حطيت فوم سوليوشن مثلا 1 لتر مثلا فوم سوليوشن، هيدي لك مثلا قد ايه اللي هو الفوم النهائي او الشكل بتاع الفوم النهائي ده، تمام. فلو كان الحجم ده الى ده بنسبة اقل من 20 إلى 1، يبقى هنا بنسميه low expansion foam. اما اذا كانت النسبة دي اكتر من 20 إلى 1 واقل من 200 إلى 1، ده بنسميه medium expansion. واخر حاجه اللي هي بنسميها هاي اكسبنشن، اذا كان الحجم ده مقارنه بده يبقى اكتر من 200 الى ايه، اكتر من 200 الى 1. البروبوشننج ديفايس، القصه كلها بتاعت البروبوشننج ديفايس دي بتعتمد على اللي هي الفينشوري. لو تفتكر كده لما كنا بناخد في الكليه القصه بتاعت الفينشوري، ان باجي هنا على مثلا سطح بتاع او الجسم بتاع الديفايس ديت او البايب ديت، باجي هنا في النص راح اعمل عمليه خنق، ان انا بقلل اللي هو الكروس سكشن اريا اللي هي موجوده عندي في المنتصف بالشكل ده. طبعا هنا داخل لي كميه من الفلو معينه، والكيو عندي لو نفتكر القانون اللي هو الكيو بتساوي الاريا في الفي او اللي هي الكروس سكشن اريا اللي هي المسطح بتاع البايب دهيت في اللي هي السرعه. فلو جيت هنا في النص ده رحت عامل ايه، رحت مقلل اللي هي المسطح بتاعه او قللت اللي هي الاريا، وهيمر نفس الفلو داخل اللي هي الجزء اللي حصل فيه الخنق ده او قللت فيه المساحه دي، هيحصل ايه للسرعه؟ يبقى نتيجه لكده السرعه عندي هنا هتزيد، يبقى هنا السرعه عندي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها زياده. طيب هنا وفقا بقى للي هي النظريه بتاعت بيرنولي، ان المحصله بتاعت الكايناتيك انرجي بلس اللي هو البريشر انرجي بلس اللي هو الاليفيشن بتاعي بتساوي كونستانت، يبقى هنا لو انت قللت للفلو اللي هي الكايناتيك انرجي يبقى هيحصل ايه؟ يبقى هيحصل زياده في البريشر انرجي والعكس. ليه؟ يبقى خلاص لان لازم هنا بيحصل تحول من صوره للثانيه داخل ايه؟ داخل اللي هي الطاقات او الانرجيز اللي هي مختلفه موجوده عندي او الموجوده عندي داخل الفلو نفسه. وبالتالي هنا انا عندي الفلو جاي ببريشر معين اللي هو بنسميه P1، وجاي بسرعه معينه اللي هي بنسميها V1. لما يحصل هنا عمليه الخنق ده فبيحصل زياده للسرعه، فتحولت V1 الى ايه؟ الى V2. نتيجه لكده بيحصل تقليل لقيمه البريشر، يبقى هنا الطاقه ثابته بتاعت ايه؟ بتاعت الفلويد نفسه. يبقى محصله الطاقات سواء كانت بريشر او كينيتيك انرجي ثابته للفلويد اللي هو ماشي عندي داخل اللي هي البايب او داخل اللي هو المسار بتاعي ده. فلو انت قللت اللي هي او زودت اللي هي كينيتيك انرجي، نتيجه لكده يبقى البريشر ايه؟ يبقى البريشر هيحصل له ان هو يقل. طب لما هنا يحصل ان البريشر يقل ينشا ايه بقى؟ يبقى بينشا منطقه فاكيوم او عمليه ايه؟ عمليه سحب او شفط داخل ايه؟ داخل الحيز اللي حصل فيه ايه؟ اللي حصل فيه الخنق ده. طب لو قدرت ان انا اوصل باللي هي النقطه دهيت، يبقى اوصله باللي هي التانك بتاع الفوم كونسنتريت، يبقى فعلا قدرت ان انا اعمل خلط ما بين الميه اللي هي جايه لي وما بين الفوم كونسنتريت، فحصلت على ايه؟ على الفوم سوليوشن اللي هيخرج لي من الناحيه الثانيه. هي دي نفس الفكرة
او نفس القصه اللي هي اتبنت عليها، اللي هي البروبوشننج ديفايس او البروبوشنر، ان بدخل ميه بضغط معين هنا وباجي عند الفتحه دهيت اللي هي بيحصل فيها الخنق ده، اروح موصل اللي هي الفوم كونسنتريت نتيجه لعمليه الاختناق دهيت، فبيحصل عمليه فاكيوم او عمليه سحب ليه اللي هي الفوم كونسنتريت عند النقطه دهيت، بيحصل خلط ما بين الفوم كونسنتريت وما بين الميه، فبيطلع لي في النهايه هنا اللي هو فوم سوليوشن او المحلول بتاع الفوم اللي هو بيقدر في الاخر يتعامل مع الحريق او يوصل معايا الى discharge device، فبيقدر ان هو يتعامل مع ايه، مع الحريق. هناك بعض التعريفات اللي هي خاصة بالفوم سيستم، اللي هي خاصة بالليكويدز او اللي هي السوائل اللي انا بتعامل بيها مع الفوم. بنبدأ هنا نقسم المواد اللي هي قابلة للاشتعال الى combustible and flammable liquid classification. يبقى هنا بنقسم المواد او السوائل عندي الى مادة قابلة للاشتعال او مادة سريعة الاشتعال. يبقى هنا دي قابلة للاشتعال او ايه، او سريعة الاشتعال زي اللي هي بنسميها combustible and flammable liquid classification. الفرق ما بين combustible والflammable بتفرق عن طريق حاجة اسمها نقطة الوميض او اللي هي الفلاش بوينت. الفلاش بوينت هي درجة الحرارة اللي بيحصل عندها بداية اشتعال، يبقى بداية اشتعال للحريق، يبقى دي هي نقطة الوميض او نقطة ايه اللي هي الفلاش بوينت. فهتلاقي عندك الكومبستبل فلاش بوينت ده، يبقى هنا المواد اللي هي بنصنفها على ان هي كومبستبل، بيبقى عندك الفلاش بوينت بتاعتنا هنا بتبقى اكبر من او تساوي كام، يبقى 37.8 درجة سليزية. اما المواد اللي هي الفلامابول، يبقى المواد اللي هي الفلامابل اللي هي سريعة الاشتعال دي بتبقى نقطة الوميض بتاعتها أصغر من كام؟ يبقى أصغر من 37.8 درجة سيليزية. طيب الكمبستبل ليكويد برضو هنا بيديله تصنيفات مختلفة أو كلاسز مختلفة. الكمبستبل ليكويد يبقى كلاس 2، يبقى any liquid that has a flash point أكتر من 37.8 درجة سيليزية وأصغر من كام؟ وأصغر من 60 درجة سيليزية. يبقى هنا بتلعب في الرينج اللي هو إيه؟ ما بين 37.8 إلى إيه؟ إلى 60. طيب كمبستبل ليكويد كلاس 3A أو كلاس 3A، يبقى هنا any liquid that has a flash point اكتر من او تساوي 60 درجه سيليزيه واصغر من 93، يبقى بتلعب في الرينج اللي هو من كام، يبقى من 60 الى 93. بعد كده اللي هي كومبستبل ليكويد كلاس 3B، اللي هي ان ليكويد ذات هاز ا فلاش بوينت اكتر من او تساوي 93 درجه سيليزيه، طبعا المرجع بتاعها اللي هو موجود عندي في NFP 11 2016 اديشن اللي هو سيكشن 331. طيب واحد يسألني ايه هي الفايدة ان انا اعرف بيها التصنيفات بتاعت المواد الموجودة عندي سواء كان 2 او 3A او 3B. يبقى هتعرف تجاوب على السؤال ده ان شاء الله قدام، لان احنا لما بنيجي نعمل ديزاين لفوم سيستم بيتعامل مع مواد سواء كانت كومبستبل او فليمبل ليكويدز، يبقى لازم ابقى عارف التصنيف بتاعت الفيول ده، لان هو بيديني الداتا اللي هي خاصة بالديزاين او خاصة بالتصميم بتختلف من مادة للتانية. اللي بيدهني مين؟ يبقى الكود نفسه. يبقى الكود بيدي داتا اللي هي خاصه بالديزاين بتتوقف على الماتيريال او بتتوقف على التصنيف بتاع الفيول نفسه. الفلامبل ليكويدز هنا بنقسمها الى فلامبل ليكويد كلاس 1، يبقى اني ليكويد ذات هاز ا فلاش بوينت اصغر من 37.8 درجه سيليزيه اند سب كلاسيفايد از. يبقى هنا بنبدا نقسم الفلامبل ليكويد اللي هي كلاس 1 ديت الى 1A and 1B and 1C. يبقى هنا فلامبل ليكويد كلاس 1A يعني ليكويد ذات هاز فلاش بوينت، يبقى نقطه الوميض بتاعتها اقل من 22.8 درجه سيليزيه، ونقطه الغليان يبقى البويلنج بوينت بي لو كام، يبقى 37.8 درجه سيليزيه. اما الفلامبل ليكويد كلاس 1B يبقى اي سائل يبقى الفلاش بوينت بتاعته بيلو اللي هي 22.8 درجه سيليزيه، ونقطه الغليان بتاعته at or above يبقى هنا اكبر من او تساوي 37.8 درجه سيليزيه. اخر واحده اللي هو ال 1C يبقى هنا ان ليكويد ذات هاز ا فلاش بوينت at or above 22.8 درجة سيليزية، طبعا واصغر من 37.8 درجة سيليزية، ويبقى هنا بط بيلو ايه، يبقى 37.8 درجة سيليزية. يبقى هي دي التصنيفات اللي هي خاصة بالفلامابل اند كومبستبل ليكويدز الموجودة عندي واللي اتكلم عنها الكود، وده زي ما قلت لك ان هي بتفرق معايا في الداتا بتاعت الديزاين اللي انا بصمم من خلالها اللي هو الفوم سيستم الموجود عندي في المنظومه او الموجود عندي في السيستم اللي انا بعمل بيه الحلم.
نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بإذن الله هنكمل في المحاضرات اللي جاية باقي الفوم سيستم. الفوم سيستم من الأنظمة اللي هي الدسمة واللي فيها داتا كتيرة جدا، اللي هي بيبقى فيها معلومات كبيرة جدا موفرها الكود خاصة بعملية الديزاين، والشركات حتى نفسها اللي بتشتغل فيها والكتالوجات بتبقى متوفرة بصورة كبيرة جدا للفوم سيستم. تمام. وبإذن الله في المحاضرات اللي جاية هتشوف اكسل شيت عملناها للفوم سيستم، اكسل شيت كتيرة جدا خاصة بالفوم سيستم والديزاين بتاعها، وكذلك الأمر بعض المشاريع هنتناولها مع بعض. يعني ممكن ناخد مثلا في حدود 4 مشاريع مثلا في الجزء ده، من خلالها نعرف من البداية إذا كان عندي المعماري فاضي، عندي الدنيا فاضية، هقدر من خلال القصة هي إن أنا أبدأ من معلومات بسيطة جدا، أقدر من خلالها أحدد اللي هي التطبيق بتاعي والفوم سيستم اللي أنا هقدر أستخدمه مع المكان ده، وإزاي إن احنا نعمل له الديزاين والراوتينج والرسم بتاعه حتى على القصة دهيت. هتبقى بإذن الله يعني حاجة مفيدة جدا، وأتمنى إن شاء الله إن هي تفت. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.